احنا متابعين في الدنيا كلها، عجبك خبرنا اشترك واعمل كومنت ولايك عشان تعرف خبرنا الجديد. ايه الفنانه جومانا مراد بتحصل على قطعتين بيع من مجوهرات الفنانه هند رستم في مزاد علني. قالت الفنانه جومانا مراد انها حصلت على عقدين من تراث فريد في مزاد علني بيرجع ملكيتهم للفنانه الجميله والراحله هند رستم. واضافت الفنانه جومانا مراد في تصريح لبرنامج ذا انسايدر بالعربي انها استطاعت الحصول على عقدين من تراث فريد كان ملك الفنانه هند رستم، بالاضافه الى قطعه اضافيه في مزاد علني بمبلغ مال كبير. وتابعت الفنانه جومانا خلال اللقاء ان الراحله هند رستم كانت تملك العديد من القطع المميزه من المجوهرات والتي من الصعب تنفيذها حاليا. اما عن اخر اخبار الفنانه جومانا، قالت انها سوف تدخل عالم الغناء قريبا من خلال اغنيه انتهت من تسجيلها مؤخرا. واكدت ان خطوه الغناء بالنسبه ليها جاءت عن طريق الصدفه من خلال احدى شركات الانتاج عرضوا عليها انها تقدم اغنيه خفيفه.